السلام عليكم. اليوم عندنا معلومات عن علاج فينادون او شراب فينادون. هذا الشراب يستخدم في علاج الحساسيه والالتهابات. طبعا الحساسيه تشمل الحساسيه الموسميه، العطاس، الرشح، حساسيه القصبات، ايضا الربو القصبي او ضيق بالتنفس، وايضا استخدام قليل في مشاكل التهابات المفاصل، لان يحتوي على الديكساميثازون، ايضا يحتوي على ماده التحسس الارمين. فهذا الشراب ممتاز في علاج مشاكل الحساسيه الموسميه لكافه الاعمار، رضيع، طفل او مثل بالغ. فبالنسبه للاطفال اللي اعمارهم اقل من سنه تقدر تستخدم له 1 سيسي مرتين باليوم. الاطفال اللي اعمارهم اكثر من سنتين تقدر تستخدم له سيسيين 3 مرات باليوم. البالغين 3 سيسيات او 5 سيسيات 3 مرات باليوم. هذا ما يستخدم المرضى السكر، وايضا ما يستخدم المرضى الهشاشه بالعظام، وعلاج جدا ممتاز يا شباب. فاذا استفدت من المعلومه خلنا لايك وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء. استخدام الحوامل إلا بوصفة الطبيب.